اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا عندنا تفاصيل متعلقه بالبعثه. بنتكلم عن النهارده الفريق رحم للتدريبات، طب بكره اكيد في مسحه طبيه. في تفاصيل متعلقه بقى بالبعثه بعد مباراه بايرن ميونخ قبل مواجهه بالميراس باذن الله يوم الخميس القادم. طبعا في كمان اسئله وفي تساؤلات كثيره، وانا عارف السوشيال ميديا عايزه تطمن على موضوعات كثيره متعلقه بالبعثه اليوم بعد مباراه الامس، وخلاص بنتكلم في 48 ساعه و24 ساعه ومباراه بالميراس يوم الخميس القادم، وتساؤلات عديده جدا. لذلك اذهب مباشره الى امير هشام موفد قناه النادي الاهلي من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي عشان نعرف منه الجديد بالنسبه للفريق بعد مباراه الامس. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طيب امير، الناس كلها عايزه تطمن منك على اخبار البعثه طبعا بعد خساره الامس، عايز اعرف منك الحاله المعنويه، البرنامج الخاص بالفريق بعد المباراه لغايه موعد مباراه بالميراس، عايزك كمان تطمنا على حسين الشحات وعلى محمود كهربا. طيب خليني اقول لك في البدايه الحاله المعنويه يعني جيده، كان في تمنيات عند كل لاعبي النادي الاهلي امبارح ان هم يكسبوا المباراه، وده كان واضح عليهم جدا، وحتى في حديثهم بعد المباراه زعلانين طبعا ان هم ما تاهلوش لنهائي كاس العالم، ودي حاجه على فكره ايجابيه قوي ان انت لاعب في النادي الاهلي حتى لو بتقابل فريق زي البايرن كان هدفك الاساسي انك توصل لنهائي كاس العالم وتتخطى فريق بايرن ميونخ، لكن ما كانش فيه نصيب، وطبعا فريق البايرن افضل فريق في العالم، فالنتيجه يمكن كانت منطقية بنسبة كبيرة. ده ما يقللش إطلاقا من النادي الأهلي وطموحه اللي بإذن الله في يوم من الأيام يقدر يحقق أهدافه وأهداف جماهيره في هذه البطولة، واللي بتتمثل في الوصول للنهائي، وليه لا كمان ما ناخدش اللقب في يوم من الأيام. فبالتالي دي مرحلة خلاص وخلصت يا محمد. الأهلي دلوقتي هيلعب على المركز الثالث مع فريق بالميراس البرازيلي. الاستعدادات بالنسبة للنادي الأهلي، خليني تحديدا أقول لك برنامج الفريق النهاردة مفيش أي تدريبات أو حتى أي محاضرات من قبل مستر بيتسو موسيماني، راح بالنسبه لكل اللاعبين بعض يعني الاستشفاءات او التدريبات الاستشفائيه تحديدا في صاله الجيم، كلها حاجات خفيفه، فيما عدا ذلك ما فيش اي حاجه ثانيه تتعلق باي جوانب بدنيه او فنيه بخصوص فريق النادي الاهلي. بكره هيكون في برنامج بالنسبه للنادي الاهلي، او هيبقى في بعض الامور اللي بتتعلق بالبعثه واخر الاستعدادات بالنسبه لمباراه بالميراس بعد بكره. الساعه 10 الصبح هيكون الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه، الساعه 12 الظهر هيكون المسحة الخاصة بالبعثة بالكامل، وبالمناسبة بنسبة كبيرة هتكون دي مسحة المباراة والسفر كمان للقاهرة بإذن الله في رحلة العودة. والساعة 2 هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي، هو مؤتمر صحفي الخاص بمباراة بالميراس. وخليني أقول لك إن المباراة طبعا هتكون على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت المونديال، 5 بتوقيت القاهرة، وهو هو نفس الملعب اللي هيستضيف طبعا مباراة النهائي. لكن الأهم وبخلاف طبعا في تدريبات بكره باذن الله هتبقى التدريب الوحيد بالنسبه للنادي الاهلي استعدادا لبالميراس، واكيد هيكون في محاضره كمان، لكن الاهم هو بخصوص حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه يعني قررت عزلهم بعد المباراه بالامس في غرفهم هنا في مقر اقامه النادي الاهلي، وعملوا مسحه، ده طبعا بسبب يعني اختراقهم للفقاعه الطبيه وذهابهم لمنطقه الجماهير، فعملوا النهارده الصبح مسحه طبيه بالفعل نتيجتها هتظهر خلال ساعات، واحنا في انتظار النتيجه باذن الله يعني خلال الساعات اللي احنا فيها دي. لكن خليني اقول لك يا محمد ان كده كده اي واحد بيبقى متواجد داخل الملعب بيبقى عامل المسحه، فيعني الكل سلبي ان شاء الله مش هيبقى في حاجه، يعني مش هتبقى ايجابيه باذن الله تعالى، الامور هتبقى او مسحه هتبقى سلبيه بالنسبه لحسين الشحات وايضا محمود عبد المنعم كهربا. بالمناسبه كمان اللجنه المنظمه عاقبت فريق بايرن ميونخ بعد المباراه بالامس، وده كان بسبب ان هم تاخروا في النزول ل يعني تاديه عمليات الاحماء قبل المباراه، وطبعا الاجتماع الفني بيبقى فيه كل كبيره وصغيره بتتعلق بكل الترتيبات دقيقه بدقيقه خاصه بالمباراه. امير اتاخروا ولا خرجوا متاخر؟ فريق البايرن ما نفذوش، اتأخروا أصلا في النزول عشان كده خرجوا متأخر، فاهم يعني؟ فبالتالي دي عقوبة من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لأن هم ما نفذوش الاتفاقات اللي كان الاتفاق عليها في الاجتماع الفني اللي سبق المباراة بيوم. دي أبرز الكواليس وأبرز الأحداث. خليني أكلمك شوية على علي معلول كمان لأن ده خبر. طمنا على إصابة علي معلول. علي معلول في محاولات بالظبط في محاولات من دكتور احمد ابو عبله لتجهيز اللاعب لمباراه بالميراس،
الموضوع فيه صعوبة نسبية عشان نبقى يعني متفقين، لأن هو عنده شد ما وصلش لمرحلة المزق الحمد لله في العضلة الخلفية، لكن نسب لحقه لسه ما اتضحتش، هتتضح أكتر بكرة في محاولات مكثفة لتجهيزه لمباراة يوم الخميس بإذن الله تعالى. الأمور طبيعية، الأمور ماشية بشكل كويس. اللي كمان أمر إيجابي قوي عايز أقوله لك يا محمد، وحديث اللاعبين ما بينهم وبين بعض قدامنا امبارح عقب المباراة، وكلامهم دايما كان على احنا عايزين نكسب الماتش اللي جاي عشان ناخد المركز الثالث، نبقى راجعين بالميداليه البرونزيه عشان تبقى حاجه ايجابيه بالنسبه للاعبين بالنسبه لجمهور النادي الاهلي طبعا. فده هدفهم الاساسي والرئيسي دلوقتي، والكل مركز على الهدف ده، فنتمنى لهم يا رب كل التوفيق فيما تبقى من هذه البطوله يا محمد. امير هشام موفد قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه بعثه الفريق، وان شاء الله باذن الله تكون المباراه الخميس المباراه الختاميه فيها توفيق كبير جدا، ونقدر نحصد ميداليه في ختام هذه البطوله الكبيره كاس العالم للانديه. في ثواني قليله عايز اوضح حاجه للناس، فكره ان اللعيبه حسين الشحات وكهربا يعملوا النهارده مسحه، ده اجراء وقائي نتيجه طبعا اختراقك الفقاعه الطبيه اللي حددها الاتحاد الدولي، امر بسيط جدا، اجراء وقائي بيتم، وده ابسط شيء ممكن يتعمل في خلال 24 ساعه عشان اللعيبه تدخل بسرعه للتدريبات ويكونوا جاهزين لمباراه بالميراس. فكره كمان بايرن ميونخ زي ما قالها امير معانا، انت زي ما قلنا القواعد المحدده من خلال اللجنه المنظمه، انت ليك قبل المباراه ب 50 دقيقه تقدر تنزل لاجراء عمليات الاحماء، وقبل موعد انطلاق المباراه بثلث ساعه في خلال ال 30 دقيقه دي تقدر تنزل تعمل عمليات الاحماء، تعملها في 30 دقيقه، تعملها في 10 دقائق، لكن ضروري لازم تخرج قبل انطلاق المباراه بثلث ساعه. بايرن ميونخ امبارح من خلال متابعتنا خرج قبل انطلاق المباراه بحوالي 7 او 8 دقائق. هنا بقى الفيفا بتطبق قواعد على اي حد موجود في هذه البطوله، وهنشوف بالتاكيد بقى باقي القواعد خلال هذه البطوله، ان فيها دروس مستفاده كبيره جدا من خلال متابعتنا لكاس العالم للانديه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.